السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شارك. أرحب بكم في هذه الحلقة التي نطرح فيها آخر المستجدات أو نتحدث فيها عن آخر المستجدات وأبرزها وأهمها، وهو ما يدور من حديث في أروقة مجلس نواب طبرق وقراراته الأخيرة بشأن تغيير الحكومة الموجودة الآن، وهل يمكن إجراء فعلا هذا التغيير؟ هل يمكن أن يقر مجلس نواب طبرق تغيير الحكومة؟ وإذا ما أقر ذلك، هل سينجح في تغيير الحكومة الموجودة الآن في طرابلس، حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار أن هذه الحكومة جاءت باتفاق بين الأطراف المختلفة في مؤتمر جنيف؟ بالتالي نطرح عدة أسئلة على ضيفنا الذي سيكون معنا من لندن عبر سكايب، وهو الأستاذ عبد الله الكبير، ونطرح عليكم التساؤل التالي مشاهدينا ومستمعينا الكرام: هل يتحمل دبيبة مسؤولية فساد وزراء رشحهم نواب طبرق، أم النواب هم من يتحملون هذه المسؤولية؟ السؤال سيظهر إن شاء الله خلال هذه الحلقة على الشاشة. أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا أيضا على الشاشة، وهي كالتالي: 021-36-0-101، 021-36-0-102، 021-36-0-103. على رقمي الفايبر أيضا: 094-466-56-80، 094-466-56-81. أرحب بضيفي من لندن عبر سكايب الأستاذ عبد الله الكبير، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، من يتحمل مسؤولية الفساد الذي يثار الآن حول وزراء في حكومة الوحدة الوطنية، ونسمع عن تحقيقات يجريها النائب العام مع هؤلاء الوزراء، إيقافات أيضا، وهذا ما يتخذه النواب في طبرق حجة لتغيير الحكومة؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ محمد، وتحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة التناصح. طبعا في البداية لابد أن نقول أن الفساد بشكل عام هو ربما يتصور الناس هو أن اختلاس أموال الدولة بأي طريقة كانت هو فساد، وربما يحصر الفساد في هذه الجزئية، أي أن مسؤول في موقع ما في السلطة استغل وجوده في السلطة وحقق مكاسب غير مشروعة بشتى الطرق، لكن ليس هذا هو الفساد الحقيقة. الفساد يشمل جوانب عديدة، يعني إذا كان مسؤول استغل نفوذه لتحقيق منفعة له أو لأحد أقاربه أو أصدقائه فهو فساد، ليس بالضرورة أن يكون اختلس أموالا من الدولة ووضعها في جيبه. إذن للفساد أوجه عديدة. الآن ومجلس النواب وبحجة الفساد أو شبهات الفساد حول هذه الحكومة يريد أن يغيرها. هذه الدعوة في اعتقادي، حتى وإن كانت دعوة حق، فالغرض منها ليس محاربة الفساد، وإنما هو في إطار صراع هذه العصابة من اللصوص على السلطة وعلى أموال الدولة. لأنه إذا كانت النية فعلا محاربة الفساد، ماذا فعلوا في تقرير الرقابة الإدارية الذي بين أوجه الفساد والتجاوزات في حكومة عبد الله الثري التي كانت بجوارهم في المنطقة الشرقية؟ أيضا إذا كانت النية هي محاسبة الفساد وتغيير الحكومة من أجل الفساد، ماذا فعلوا في حوالي 6 تقارير من ديوان المحاسبة صدرت تباعا خلال السنوات الماضية؟ هل حققوا فيها؟ هل أحالوا تحقيقاتهم للحكومات المتوالية أو على الأقل التي وقعت في نطاق سلطتهم، وأنا أقصد هنا برلمان طبرق، هل حققوا في هذه التقارير؟ هل بحثوا فيها؟ هل طالبوا النائب العام أو وجهوا إلى النائب العام أي مذكرة تدعوه إلى التحقيق في فساد هذه الحكومة؟ هل مارس البرلمان سلطاته كمراقب لهذه الحكومة وقام باستدعائها هي وكامل وزرائها ووكلاء وزاراتها
في جلسة علنية منقولة على الهواء ليتابعها كل الليبيين، وبدأ في محاسبة الحكومة على فسادها وتجاوزاتها. البعض يقول أستاذ عبد الله يعني أنه حتى لم يمنحها الميزانية حتى يحاسبها، بالتالي الحكومة يعني الحكومة وكأن البرلمان أعفاها من جزء من مسؤوليتها، ولكن طبعا يعني كل من اقترف ذنب بحق الليبيين وأموالهم يجب أن يتحمل المسؤولية. السؤال من يتحمل مسؤولية هؤلاء الوزراء؟ الوزراء الذين يعني لم يثبت بعد بأنهم فاسدون، ولكن هناك دعاوى بحقهم بأنهم فاسدون. المسؤولية يتحملها من جلب هؤلاء الوزراء للحكومة. لا أعفي السيد رئيس الحكومة من جزء من المسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الذين فرضوا هؤلاء الوزراء على الحكومة، سواء كان الأمر يتعلق بشبهات فساد أو بسوء أداء أو بضعف في الأداء. نحن نتذكر أن السيد عبد الحميد الدبيبة قال أن في حكومته لم يكلف إلا وزيرا واحدا، أو لم يختر إلا وزيرا واحدا، البقية اختارهم أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أعضاء مجلس النواب إن كانت الحكومة فاسدة والوزراء فاسدون فهم شركاء في هذا الفساد، بل هم أساس هذا الفساد لأنهم اقترحوا على الحكومة شخصيات فاسدة. ونحن في النهاية ننتظر التحقيق في هذه الشبهات، نحن نتكلم وفقا للتهم المنتشرة الآن، وفقا لما يقوم به النائب العام من إجراءات في ضبط هؤلاء الوزراء، وبانتظار النتيجة النهائية للتحقيق. أستاذ عبد الله يعني أذكر في جلسة سرت التي منحت فيها الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، رئيس الوزراء قال في الجلسة، قال هذه حكومتكم، موجها الكلام لنواب طبرق، وقال أنا لم أختر فيها إلا شخص واحد أو وزير واحد فقط. نعم أنا قلت هذا الكلام قبل قليل، قال أن الحكومة لم أختر إلا وزيرا واحدا، البقية فرضوا عليه من قبل أعضاء مجلس النواب لكي يوافقوا على منح الثقة للحكومة، أي أن كل نائب أو كل مجموعة من النواب قاموا بالمشاركة في تشكيل هذه الحكومة. أعطيك أزيدك من الشعر بيت، هم الآن يتكلمون على الفساد ويريدون إقالة هذه الحكومة من بسبب الفساد. حسنا، أليس رئيس مجلس النواب وجزء من أعضاء مجلس النواب طالبوا رئيس الحكومة بتخصيص ميزانية لما يسمى بالقيادة العامة، أي حفتر وعصابته، أن يخصص لهم ميزانية 6 مليار أو لا أذكر الرقم؟ وعندما طالب رئيس الحكومة بالأرقام الوطنية، إذا كان هناك جنود وإذا كانت مؤسسة عسكرية حقيقية فهناك جنود وهناك أرقام وطنية وهناك حسابات في المصارف تنزل فيها مرتباتها، لا قالوا له لا أعطينا صرة فلوس ولا شكارة فلوس ولا صندوق فلوس وإحنا نوزعهم. يعني هم يدعون إلى الفساد وفي نفس الوقت يزعمون أنهم يريدون إقالة الحكومة بسبب الفساد. هذا فساد لما ينطالبك باتباع إجراءات الدولة، باتباع اللوائح والقوانين، عطيني قائمة بأسماء الجنود والضباط وأرقامهم الوطنية وحساباتهم المصرفية وتتم إحالتها إلى وزارة المالية، وزارة المالية تعد لائحة المرتبات وتحيلها إلى المصرف المركزي ليتم صرف الأموال. يعني هناك إجراءات إدارية متبعة، لا يريدون اتباع هذه الإجراءات. أعطيني 6 مليار ولين نوزعهم. نعم، والبعض قال بأن هذه الحادثة ربما تسببت في العداء الواضح لحكومة الدبيبة. سأعود إليك أستاذ عبد الله الكبير، ابقى معي، نأخذ مجموعة من الاتصالات. معي محمد صويعي من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وتم البركة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك دكتور لبيه. أهلا بك محمد. يعني مسؤول على كلامي، زريب الطبرق هذا وعقيلة طالح هذا والنواب المنبطحين من المنطقة الغربية هذا لا لوم عليهم، هذا يبوا يقعدوا في السلطة ومرتبات وكذا. احنا حصلنا ما بين مرتزقة الجنجويد والروس وما بين مرتزقة بشاغة ومحمد صوان والمشري اللي بطحوا وباعوا البلاد والعباد. الخلل فينا احنا كثوار اللي انقسمنا الى ناس استكانوا للظالمين وناس روحت عياشها ورقدت وناس ثانية
ارتضوا لانفسهم انهم يكونوا كلاب حراسه. يجب على كل حر شريف ان لو الحل في ليبيا لابد من اجتتات مشروع الكرام الارهابي، لابد يكون عسكري، ما فيش غيركي. طيب ماذا عن تغيير الحكومه سيد محمد؟ ما رايك بخصوص دعوات تغيير الحكومه واتهامها بالفساد؟ اسمعني، لو كان حتى لو كانت الحكومه فاسده على الاقل قولوا صراخ وقاعدين على الاقل قسمت مع الليبيين ونعشت الليبيين شويه في علاوات وفي جواز وفي القصص هذه. هو واحد من النواب تكلم وقال الحكومه في حاجات كويسه دارتها، نادوره قريب يضربوه يا شيخ. هذا لا ما فيهمش خير ولا لهم علاقه، لكن حتى الحكومه مقصره. المفروض دبيبه يطلع بكل قوه ويكلم الثوار يقول لهم انا معاكم ونبوا نديروا دولة مؤسسات القانون ونبذ السور، لكن ما دام موجود مشروع الكرامة الإرهابي مش حيصير دولة يا اخونا محمد. شكرا لك. مشروع الكرامة الإرهابي وطرد الروس والجنجويد. شكرا يا محمد، شكرا لك. محمد من طرابلس، شكرا. اعتذر محمد، يعني معذره، نبغى ناخذ اكثر عدد من الاتصالات. عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله. محمد، مبارك. الحمد لله بخير، اهلا وسهلا، تفضل. دعوه طيبه، نشكر الاستاذ عبد الله كبير. بارك الله فيك، اهلا وسهلا. نشكركم ان شاء الله. والله يا اخوي احنا المشكله مش في برطمان تبرق هذا عقيله صالح هذا المجرم. فهمت؟ المشكله في هنا في جماعتنا احنا الثوار يعني. زي عبد الله، زي الفقي، سمير الفقي، وزي بشاغه، وزي اللي كانوا مع الثوره يعني. اللي ماشيين يحجوا غادي عقيله طالع يحجوا لحفتر غادي. واحد دمر مدينتك ودمرها وقتل اخوتك ومصراته وقتل كذا وماشي تحج عندهم انت. فهمت؟ ليش ماشيين مشين تحيفين تحيفين في الروح؟ والله خالد المشري دوره ويجتمع لي في مع عقيلة صالح وتو ناكرة، قال لك احنا ما صوت عليه، قال لك احنا ما عندناش بهم علاقه مجلس الدوله. طيب يا عبد الله، يا عبد الله، يعني سواء كان عقيلة صالح او حتى الاشخاص اللي ذكرتهم من المنطقه الغربيه يقولوا ان هذه الحكومه فاسده ويجب اسقاطها. كان في فاسده، هم اللي حطوها باش يقول لها فاسده يا اخوي محمد. حطوا الناس هم بالعاني، هو حطوا هم برلمان تبرك هذا، حتى عقيلة صالح الخبيث هذا المجرم هذا كان في حكم يحكموه يعدموه هذا الشخص هذا يعني. الرجل هذا خبيث، هذا يتلقى فامه من برا من الصهاينه لانفسهم، هذا المحسي طويل حتى مش مسلم. شكرا يا عبد الله، شكرا لك عبد الله من طرابلس. خالد من الخمس، السلام عليكم. قدنا اتصال بخالد. يونس من مصراتة عبر الفايبر، السلام عليكم. استاذ محمد، وتحيه خاصه للاستاذ، تحيه للاستاذ عبد الله، وبارك الله في جهودكم الطيبه، نسال الله لكم التوفيق ونسال الله الهدايه. اهلا بك، الله فيك. والله ما في شك، هو يعني يقول اضرب على التبن يقصع السير، يقول المثل الليبي. هو طبعا خزعبلات والعاب يعني. ممكن استاذ عبد الله لو في سؤال نفس يسال نفسه يعني تو بالنسبه لمجلس الدوله ولا هذوما اللي نحكوا عليهم اللي جاروا لي، هل نجد لهم مبرر ولو حتى نسبه 1% من ان زي ما نقول في سياسي او في ضغوط يعني خارجيه بشكل يعني مهول او حاجه، مش عارف شنو. نتمنى مش استاذ عبد الله يوجه لنا وجهه نظر يعني من جهه احنا والله ما نقدر نخون واحد يعني، لان لكن اعتقد ان الظروف الخارجيه والحاجات اللي هي ممكن في بعض الابعاد اللي احنا ما نعرفهاش كمواطنين عاديين، ولكن اعتقد ان طبعا لعبه كبيره وتقاطع الدول مصالحها، هذا اعتقد انه له تاثير كبير. فان شاء الله ربي يهدي يصل الحال، واتمنى المواطنين يكون عندهم وعي يكتب لك الخروج لتطبيق القانون ونبذ السلبيه ولما للشوارع ولو حتى بالحقيقه. بارك الله فيك. شكرا يونس من مصراتة. المبروك من بني وليد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخوي محمد، حياكم الله، اهلا وسهلا سيد مبروك، تفضل. مرحبتين بك يا اخوي محمد، سامحوني بس نذكر بكم على ارقام الاولاد ما ندريش علينا. هي لا تم تغييرهم من فترة يعني. ايه والله نوصي بكم ما تردوش تخافهم من قناة تناطح. تحية لي القناة، تحية لي ضيفك. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. شو الموضوع يا أخي محمد؟ من يتحمل مسؤولية فساد وزراء الحكومة الموجودة حاليا؟ هل يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة دبيبة أم النواب الذين جاءوا بهؤلاء الوزراء؟ موضوع كويس. نبغى نرد عليك يا اخوي محمد، اعطيني مساحه شوي.
تسمع فيا؟ نعم استمع اليك. مبروك تفضل. يا اخوي محمد وبالله عليك كلام الحق هذا، نقولوا قولوا مش تقولوا انتم، يقول المجلس الفاشل هذا اللي الرئيس الشباني الفاشل هذا عقيله صالح، يقولوا حكومه تاع فساد، حكومه تاع فساد. يا اخوي محمد تو بالله عليك اللي تقولوا حكومه تاع فساد، وين الفلوس راح؟ راح عبد الحميد مبيبه ما عطاش لي حد قراني، اعطيه للشعب الليبي. يا اخوي محمد رقم واحد زاد المعاشات والتضامن، رقم اثنين زاد المعاشات والضمان، رقم ثلاثه اعطيه العلاوه العائله سنه كامله. يقولوا الحكومه تاع الفساد يا اخوي محمد، شنو يطب الشعب يموت من الشر؟ يب الشعب يموت من الشر يا اخوي محمد، اللي يقولوا حكومه تاع الفساد، حكومه تاع الفساد. شنو اعطيه حد براني، اعطيه حد مصر، اعطيه افريقيا، اعطيه بر من ليبيا. اللي يقولوا حكومة تاع فساد، حكومة تاع فساد، حكومة تاع فساد، فساد فساد فساد، عينا منها فساد فساد فساد. يا اخوي محمد ما عطاش هي، عطيه حقوق الشعب الليبي. يا اخوي محمد من عشات وتضامن 450 زادهم 650، ضمان زادهم 900، التعليم ياخذوا في 600 زادهم، زوج الشباب، عطيه العلاوه تاعت العائله، عطيه التعيين المحافظ 500 500، من عطاهم؟ عطاهم الفاسد هذا. طيب يعني انت في رايك ان الحكومه انهم يهاجمون الحكومه لانها قدمت خدمات ونجحت في تقديم الخدمات؟ تقدمت. شكرا يا اخوي محمد. عجاي يا اخوي محمد مسحها شويه، قل من دقيقه. نعم مبروك كمل فكرتك. يا اخوي محمد اعطوني مساحه شويه الله يفتحها عليك. ما عندناش وقت مبروك، معليش يكمل فكرتك تفضل. ايه الديما يعطل من المرتبات. السنه هذه النهار اللي جاي راجل الحلايلي عبد الحميد مبيبه وفوق، من النهار اللي مسكوا المرتبات ينزل في وقتهم في وقتهم. احنا تعين التضامن يا اخوي محمد، مرتباتنا ينزل في وقتهم. واضح 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 يا سيد المبروك، شكرا لك. مبروك من بني وليد. سالم من الخمس، السلام عليكم. عبد الله من بغازي، السلام عليكم. الو مرحبا. السلام عليكم. سلام مرحبتين. اهلا وسهلا يا عبد الله تفضل. معلش تعقيد بس على ضيفك استاذ عبد الله كبير، معلش. طيب جاوبنا على سؤال الحلقه يا عبد الله. ايوه في الحلقه يقول لك هو الفساد توا الحكومة. أنا بنسأل سؤال، النائب العام علاش حدث وزير الثقافة؟ علاش حدث الزناتي؟ علاش حدث وزير التعليم؟ هذول مش وزراء فاسدين بعد بيبة، وبعدين أنت تقول بيبة ما عطاش البرلمان ما عطاش ميزانية. كيف صرف 100 مليار يا سيد محمد الله؟ يوزع فيه كيف ما يبي جاي وغادي. واللي معاه العصابة المسؤولية الكبير ومن جماعة. البرلمان أنا ما ندفعلكش عليه، الفساد في الشرق وفي الغرب. لكن ما يحطش اللوم على البرلمان، البرلمان فاسد من راسي كبير لاصغر واحد، هذوما وكلهم يبوا يقعدوا في السلطه ويبوا المرتبات وبالمزايا. ما يحطش اللوم على جهه واحده يا سيد محمد. طيب من الذي يتحمل عبد الله، من الذي يتحمل فساد الوزراء؟ عبد الله تستمع الي؟ بس ما فيك يا عبد الله. بنعطيك فرصه، عندي سؤال بس. في جلسه منح الثقه في سرت سيد دبيبة قال للنواب، قال هذه حكومتكم أنتم، أنا لم أضع فيها إلا وزير واحد. برأيك هؤلاء الوزراء إذا ما صحت التهم الآن بأنهم فاسدون، من الذي يتحمل فسادهم؟ ما ليش يا سيدنا، هو قال الكلمة هذه. نحن الله أعلم، هو هل الجملة هذه مضبوطة ولا لا؟ هو قال بالبرلمان، لكن هو اللي حطم الوزراء يا أخي. وبعدين يا سيد عبد الله الكبير خليك واضح، أنت حط اللوم، أنت راجل. الفساد قاعد عام كله في الشرق والغرب، وهذه مؤامره يا رجل. مجلس الدوله والبرلمان اللي باش يحولوا ودبي فاسد حتى هو يا رجل، خليها كلها عامه، احكي بوضوح انت، ما تحطش النوم، تشوف فيها البلاد هي في خاربه يا رجل، ما تحطش النوم على جهه معينه. طيب يا عبد الله، طيب احكي الحق يا رجل. طيب ان شاء الله يجاوبك الاستاذ عبد الله. شكرا يا عبد الله من بنغازي.
ناخذ عبد الحكيم وعبد المنعم من السويد ونرجع لضيفنا. السلام عليكم يا عبد الحكيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل عبد الحكيم. الله يجزيك فضلك اخوي محمد، نحييك حياكم الله. كريم الدكتور عبد الكبير وزملائي في التناصح، بارك الله فيكم مشاهدين واحباب التناصح. بارك الله فيك، اهلا وسهلا، تفضل يا عبد الحكيم. والله يا هو اخوي محمد سبحان الله الشمس ما تدركش بالغربال، فهمت كيف نقولوا؟ توا سبحان الله هذا البرلمان نبي حاجه واحده دارها باش اقل شيء واحد يتكلم عليه، توا 8 سنين وهو متشبت، انا مش مستعرف به هذا البرلمان بتاع جيل صالح. علاش؟ لان سبحان الله اذا كان صوته حتى على الدستور نقول اه دار خطوه، هذا ما يبيش يا سبحان الله الدستور يقفل حتى لابنائنا وابنائك انت يا محمد وابناء كل ليبي حر، هذا يقفل لك حقوقك، لكن هم ما يحبوش بالعبد. هل بالمعقول ان انسان كان معناها مجرم الامس واليوم وغدا بيصبح لك امين؟ هذا المرضى سبحان الله يتقوا الله يتحشموا حتى على انفسهم. وبعتالي يا اخي محمد الدبيبه هذه الخطوه الاولى باذن الله، وحتى تكرهوا شيء فهو خير لكم، احنا باذن الله تعالى في خطوات انهم يستفتوا على الدستور وبعتالي يديروا برلمان وبعتالي يديروا رئاسي، لكن ما تخليش فراغ زي الفراغ هذا اللي صاير توا، هم يلعبوا باللعبه اللي بها هم. شكرا يا عبد الحكيم، بارك الله فيك، شكرا. شكرا عبد الحكيم. عبد المنعم السلام عليكم. وعليكم السلام اخي محمد، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، بارك الله فيك، تفضل يا عبد المنعم. تحياتنا للاستاذ عبد الله، الله يبارك فيك انت وياه. حياكم الله. الشكر موصول للي استقبلونا في المكالمات، بارك الله فيهم. بارك الله فيك، تفضل يا عبد المنعم. يا اخي محمد، بالنسبه لدوله فيها عقيله صالح مش راح تمشي لقدام، هذه من زمان قلناها احنا. عقيلة صالح هذا جرتومة معناه لازم نستأصلوها من المشهد نهائيا، ويحمد ربه لو أنه عملنا له محاكمة عاد لو قعد عايش في ليبيا أصلا. وبعدين الحكومة هذه اللي مع رئيس الوزراء دبيبة هذه هم أصلا فارضينها عليه فرض، جايبينهم له يعني من أبقاع الأرض زي ما تقول، اللي صالح واللي طالح. وبالنسبة للرئيس الوزراء دبيبة مفروض ما كانش أنه يفرضوا عليه الأمر الواقع، يعني هو حتى لو أنه فرضوهم عليه وما كانش راغبهم كان ياخذ موقف، هذه أولا. زي وزيرة الخارجية اللي كانت واخدة من عطف تاني لحفتر، زي وزيرة العدل، زي المعتوها الأخيرة اللي جايبتنا متاع الأمم المتحدة وتبي تطبقها في البلاد، تكلمنا عليها كم من مرة، هذا هو مفروض كان يزيحهم يا أخي محمد. يمكن نعم. الأستاذ عبد الله عنده رأي في الموضوع، كان يزيحهم من المشهد طيب. النهائي، ولو أن فرضوه عليهم بالسيف كان يزيحهم. نعم. لكن مفروض تستمر حكومة الدبيبة باش ما يرجعوناش لنقطة الصفر من جديد. يستمر لغاية ما تصير الانتخابات، لكن الوزراء اللي عنده إن شاء الله يكون يسمع فيه، لازم يعمل تنظيف للبلاد إن شاء الله، ما زال في حكومته أسبوع فقط. شكرا شكرا يا عبد المنعم. والمجرم هذا عقيلة صالح مفروض يطلع من المشهد نهائيا إلى غير رجعة. طيب شكرا عبد المنعم، شكرا لك. أعود لضيفي الأستاذ عبد الله الكبير. طبعا أنوه أن كل ما يطرح من آراء وأفكار من قبل السادة المشاركين معنا المتصلين من مشاهدي ومستمعي القناة أو آراء وأفكار وتحليلات الضيف الكريم لا تمثل بالضرورة وجهة نظر البرنامج ومقدم البرنامج والمؤسسة، مؤسسة التناصح. أستاذ عبدالله، إذا كان عندك تعليق على السادة المتصلين، كانت هناك بعض الأفكار والتساؤلات الموجهة لك شخصيا. نعم، أولا في البداية أنا أسجل تحفظي بل رفضي لبعض العبارات وبعض الألفاظ المسيئة التي وردت من السادة، بعض السادة المشاركين والمتصلين، مع تقديري لمشاعرهم وحجم المعاناة التي يعانونها، وأعرف أنه قد فاض الكيل بهم، ولكن مع ذلك نتمنى أن نكظم الغيظ على الأقل في موضوع الألفاظ هذه ونرتقي بمستوى الحديث. وسأبدأ بالتعليق على ما تفضل به السيد عبد الله من بنغازي، ذكر أنه تم حبس عدة وزراء وأن الفساد شامل، وأننا لا ينبغي أن نضع اللوم على جهة واحدة، وهو يرى أنني أضع اللوم على جهة
واحد، وأنا أتفق معه أن الفساد شامل، وأتفق معه أنه لا ينبغي وضع اللوم على جهة واحدة، وأنا لم أضع اللوم على جهة واحدة أستاذ عبد الله، لكن الأصل في الفساد الآن هو البرلمان، لأن البرلمان يتحمل مسؤولية في مراقبة الحكومة، ولأنه لم يمنحها الميزانية وأنت تتساءل من أين تصرف. هناك بند في القانون، أن البند 1/12 لا أذكر التفاصيل، ولكن يتيح له القانون أن آخر ميزانية صرفت لآخر حكومة يصرف على ضوئها بنسبة 1/12، وتستطيع أن تسأل أي اقتصادي ويفسر لك كيف تستطيع أن تصرف الحكومة بعد أن منعت عنها الميزانية. وأنا أتفق معك أن الفساد شامل، وأنا لا ألوم على مجلس النواب فحسب، بل أو لا أتهم مجلس النواب فحسب، بل الكل يتحمل مسؤولية الفساد. يعني سيد عبد الله، الفساد في ليبيا هو شجرة نمت وترعرعت منذ أكثر من 50 سنة، منذ 60 أو 70 سنة، منذ ظهور النفط في ليبيا، منذ بداية الفساد من مشروع محمد عابد السنوسي طريق طرابلس فزان، بدأ الفساد في الحكومات الليبية ونمى وترعرع في زمن القذافي، لأن ليبيا وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية من أكثر الدول فسادا، هي والعراق والصومال والسودان وسوريا من أكثر دول الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدولية. زاد الفساد بعد الثورة، بعد ثورة فبراير زاد الفساد، والمفاجأة سيد عبد الله أن كلنا مسؤولون عن هذا الفساد، حتى الذي يصمت ولا يشير إلى هذا الفساد ولا ينتقد هذا الفساد أو يشارك فيه حتى بشكل غير مباشر دون أن يشعر ودون أن يعي أنه يشارك في هذا الفساد، يتحمل مسؤولية الفساد، ليس مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات المتعاقبة، حتى الناس بصمتهم يتحملون الفساد. يعني لابد أن يتحرك الناس من أجل محاربة الفساد، لا يصمتوا على الفساد. يعني يقول الله في كتابه العزيز: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يكفرون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. التناهي عن المنكر، الفساد منكر، وتدمير للأوطان وتدمير للشعوب، هذا المنكر نحن بصمتنا عليه نكون قد ساهمنا فيه، وبالتالي الفساد شامل. لكن لماذا نلوم على مجلس النواب؟ لأنه ينبغي أن يراقب هذه الحكومة، أن يتابعها، أن يصرف لها الميزانية وأن يتابعها، وأن يغلب مصلحة الوطن لا مصلحة أفراد وأعضاء مجلس النواب الذين يريدون أن يضعوا وزراء. نعم سيد محمد، يعني بما أنك تتحدث عن اللوم على مجلس النواب، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية والدوافع التي تدفع مجلس النواب الآن الاتجاه نحو تكليف رئيس حكومة جديد بتهمة أن السيد دبيبة وحكومته هي حكومة فاسدة وأنه شخصية ترعى الفساد في ليبيا؟ هذا ما كنت سأصل إليه. إذا كانت القضية قضية مجلس النواب فعلا هي قضية فساد، فليبدأوا بمحاسبة أنفسهم. نطالب الآن بمحاسبة كل النواب الذين وضعوا هؤلاء الوزراء المتهمون بالفساد، ولا أعتقد أن النائب العام يصل إلى درجة الأمر بحبس وزير احتياطيا إلا وتوفرت لديه أدلة على تجاوزات وفساد. لا أعتقد أن الأمر فيه حتى شبهة ظلم. أنا أعتقد، ولكن لا نقطع حتى يصدر الحكم النهائي، لكن أعتقد أن الوصول إلى هذه المرحلة، ضبطهم وحبسهم احتياطيا والتحقيق معهم، أعتقد أن الأدلة تقريبا كافية. إذن نحاسب البرلمان ونحاسب أعضاء البرلمان الذين ساهموا في هذا الفساد ولم يحاسب الحكومة، نحاسب البرلمان الذي سمح للحكومات السابقة بالذهاب بكل الفساد الذي ارتكبوه وموثق في تقارير ديوان المحاسبة وتقرير الرقابة الإدارية. وبالتالي يا سيد عبد الله، أنا أتفق معك أن الفساد شامل وينبغي اجتثاث الجميع. الآن عندما كنت أتكلم عن شجرة الفساد، الحكومة في شجرة الفساد هي فرع أو غصن في هذه الشجرة. اقطع هذا الغصن، ما الذي سيحصل؟ سينبت غصن آخر، ستشكل حكومة أخرى ستكون فاسدة، باقي الشجرة كما هي، لنجتث هذه الشجرة من جذورها. كيف ذلك؟ بمسح كل هذه الطبقة السياسية الموجودة الآن بمحاسبتهم. ليس إقصائهم فحسب، إسقاط البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والبناء من جديد بانتخاب مجلس تشريعي جديد، ليس هذا فحسب،
بل نحاسب الحكومة الحالية والحكومات السابقة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة، هكذا نؤسس لبداية حقيقية تقطع مع الفساد. وبالتالي نحن متفقين، وأنا معك لا أحمل المسؤولية لطرف واحد. السيد محمد الصبيعي المتصل الأول يقول اجتثاث مشروع الكرامة. نعم، مشروع الكرامة لابد من اجتثاثه، وهو أحد أسباب مصائب البلاد، ولا أعتقد أننا يمكن أن نمضي في مسار دولة حقيقية في وجود هذه العصابة والعصابات الأخرى. لا ينبغي أن نحصر الموضوع في عصابة الكرامة وحفظ أبنائه، هناك عصابات أخرى هي أيضا مسؤولة عن الفساد ومسؤولة عن تعطيل المسار الديمقراطي. المتصل الثاني عبد الله يقول مشكلتنا في المنبطحين لعقيلة. طبعا لابد، هذه لابد من ذكرها ولابد من الإشارة لها، أن الذين في صف الدولة المدنية والذين قاوموا مشروع العسكر والذين تصدوا لمؤامرة عقيلة وحفتر ومن ورائهم روسيا والإمارات ومصر للسيطرة على طرابلس والسيطرة على ليبيا، وكانوا أبطال آنذاك، الآن بتصالحهم، وليس تصالح، هي مصلحة سياسية جمعتهم مع حفتر ومع عقيلة، مع إصرار حفتر وعقيلة على مشروعهم، يكونوا قد ساهموا في تدمير مشروعنا للدولة المدنية، وساهموا في إضعافنا، لأنهم محسوبون على الثورة، محسوبون على الحراك من أجل التغيير. وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا. وكيف أضعفونا؟ يعني على سبيل المثال، قانون عقيلة صالح المعيب للانتخابات الرئاسية المفصل على مقاس حفتر، الذين قابلوا بهذا القانون وتقدموا للانتخابات الرئاسية وقدموا ملفات ترشيحهم دون أن يتخذوا مبدأ بأن هذه القوانين لا تمر وينبغي تغييرها لتكون فعلا انتخابات لمصلحة البلاد، قد ساهموا في تغول عقيلة صالح وتغول هذه العصابة. طيب أستاذ عبد الله، يعني إذا كان عندك تعليقات أخرى على بقية المتصلين سأعود إليك بشأنها، بس نبغى ناخذ مجموعة أخرى من المتصلين بوش نعطلوا عليهم ونرجع لك إن شاء الله. أستاذ عبد الله يبقى معي محمود وساسي وأم محمد وسهام. السلام عليكم يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمود. مساء الخير أخوي محمد، مساء الخير لضيفك الكريم، مساء الخير لكل أهل في ليبيا طبعا باستثناء الخير. أخي، فيما يتعلق في موضوعك وموضوع الفساد هذه، قبل كل شيء نقول طلوع على العصابة أو شياطين الأنس الموجودين في برلمان تبرق، وحتى هنا يشتغلهم اللي عندنا هذه متاع 2012، هذه كلها نفس النماذج راي، هم سبب بلاء ليبيا. وطبعا ما ننسوش الخرتيت حفتر، حتى هو يعني يلعب ممتاز جدا، يعني رياضي كبير، يعني في نفس العصابة كلها ثلاثية. خلي نقول أنا كلام في أهلي في مدينة بصرات المشاهدة، مدينة الأبصار، مدينة الشهداء، هم يحاولوا يبغوا يخلقوا فتنة في مدينة مصراتة بضرب بشاغة في عبد الحميد بيبة، لكن الحمد لله أن الناس هم ناس أفاضل وناس كبيرة، أكبر منهم مصراتة أكبر من الكتاب، وبالتالي هذا كروت الدفع المسبق اللي هم كانوا جايبينهم من جابهم، هذا من جابهم هم جابوهم ولا فرضوهم فرض على حكومة عبد الحميد بيبة. يعني تو اللعب هذا وهالزقزيق هذا وضيع الوقت لامتى هذا، لكن إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى الشهر القادم عندنا كلمة بيد الله لإسقاط هو الهم هذا اللي حصلنا فيه السرطان الفيروس. يلا ليلة طيبة إن شاء الله للجميع. شكرا عليكم. محمود، شكرا لك محمود من طرابلس. وعليكم السلام. ساسي من جميل، السلام عليكم. ألو السلام أحمد بارك أحمد الله. السلام عليكم يا ساسي. الله يبارك فيك. المشكلة هي سياسية وأخلاقية، الناس هذا سامحوني في التعبير، هم هذا مؤتمر شعب، قصدي مؤتمر الشعب العام تاع القذافي، غرجونا بعد فبراير. أنت معقولة واحد من أعضاء جابتك فبراير المنصب وتقول نكبة؟ معناها أنت تحارب فيها واضحة. هذا واحد من الأعضاء، هي المشكلة سياسية أكثر. لكن كم قارنوهم بالدبيبة، الدبيبة دارنا حاجات ما كناش نحلم بها طيلة 40 عام من 2007 زي ما قال لك الدكتور الكبير.
قال لك بقى احنا طلعنا في 2007 ولا 5 طلعتنا المنظمة احنا دولة فاسدة كانت ليبيا. هي القصة متجدرة وسياسية باش يكرهوك في فبراير ويقولوا هم وصلوا للمناصب هم هذا مؤتمر شعب عاد مش برلمان. نعم. الصراحة بكل هذا. شكرا شكرا. اللجنة السياسية يا أحمد أكثر من كل شيء نقول هذا. شكرا لك يا ساسي. شكرا لك ساسي مجمل. عموما يا محمد مش أحمد. شكرا ساسي وتحياتنا لكل أهلنا في جمال. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا سيد محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي أم محمد. يا سيد محمد معليش بالنسبة لعقيلة صالح هو اللي طالع ينظر علينا بالأخلاق وبالفساد وبال تو عقيلة صالح. أنت من حاسة يا عقيلة صالح؟ أنا خليني الديدة 10% الديدة 90% عقيلة صالح والمفسدين الفسد اللي معاه وجيس المغرب اللي طالع يتكلم انت وتنظر على الوطنية. يا جيس المغرب يخلينا تكتير خير من طلعوا اللي هناك راه اسكت خير يا جيس المغرب. آخر ما تكلم على الوطنية على الفساد. وبالنسبة لعقيلة صالح انت من حاسة يا عقيلة صالح توا طلع تنظر وتكلم على الفساد لعزبك لعزينك أعضاء دستور ولعزبك عزبتك حكومة الديدة. بالنسبة للديدة أنا مانيش معاه. الديدة على الأقل أنجز منح الأبناء أقل شيء يعني في شيء ملموس. لكن وين 50,000 تكلمت عليه استروحك الترشح أنت مش عارف. أنت بالنسبة لك أول شيء تحسب علي عقيلة صالح أنت ما سببت القتل في المنطقة الشرقية والغربية. أنت عقيلة صالح الشقق اللي واخذه في مصر والأراضي والإجرام اللي دايره أنت والشيء الفاسد اللي معاك وجاي تنظر على الناس وتتكلم عن الفساد يا عقيلة صالح. أنا بقول حجر العقيلة صالح حيطلع عليك الشعب بإذن الله 17/2 ثورة 17/2 رقم 2 ثورة خلاص عشان نستزوكم. بالنسبة لنا نحن نشوف فيكم سرطان مزري سرطان ضروري من نحلة أن الناس تخوت في ليبيا بالكامل. ضروري تطلع على عقيلة صالح وشلة الشرطة اللي معاه والمجلس الدولة الفاسد. شكرا. الرئاسي الميت هذا الرئاسي الميت هذا اللي وين قاعد انت مش عارفين غير الديدة. انا مانيش معايا الديدة لكن انا حتى انا نقول لكم حاجه راه اقسم بالله المنطقه الشرقيه كلها مع الديدة. انا قاعد انا نقول انا والله ضد راه اقسم بالله يا استاذ محمد اللي واكل الجو راه المنطقه الشرقيه الديدة ما حدش يكذب عليه. شكرا. وهذه اللي جهزتم وهذه اللي ما حطيتكم. شكرا يا ام محمد. 17/2 شكرا يا ام محمد. معي سهام من الزاويه. السلام عليكم سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. تفضلي سهام. ما بيش نطول عليكم ان شاء الله يا استاذ محمد باي. نعم. اول حاجه نبغى نقوله طبعا عقيله صالح والفريق نتاع اللي معاه باهي انهم هم معروفين واحد واحد اللي واقفين معاه يوقفوا مع الحق يوقفوا مع ربي. وطبعا استاذ عبد الحميد دبيبه دار اشياء يعني للشعب الليبي حتى ولو انها بسيطه تمام. يعني الاشياء هذه الليبيين اللي يبوا يعني شبي يبي الاستاذ عبد الحميد دبيبه يبي ان الشعب الليبي يبي يخدمه بروح وطنيه عاليه. وعقيلة صالح يعني والفريق نتاعه يعني بيدمروا البلاد شنو هو اللي داروه ويعني سفك الدماء وكان لمصالحهم الشخصية والمسؤولين اللي معاهم. فلهذا احنا ضدهم نهائيا. احنا مع الأستاذ عبد الحميد دبيبة في كل كلمة يقولها كلمة حق واضح ويعني يعني كل شيء واضح يا أستاذ محمد. شكرا شكرا لك سيهام. يعني صورة تتكلم. شكرا لك سيهام من الزاوية. شكرا لك. نرجع لضيفنا الأستاذ عبد الله الكبير. طبعا إذا كان عندك تعليق أستاذ عبد الله على المتصلين. التعليق الأول المتصلون أغلبهم من حقيقة كلهم يشيدون بإنجازات هذه الحكومة يشيدون بإنجازات دبيبة رفع المرتبات أن المرتبات لم تعد تتأخر وهذه أبسط متطلبات المواطن. هذا حق تصور الناس تفرح بحقوقها حقك المرتب وحقك أنه يصل المرتب إلى المصرف في بداية الشهر والله حتى قبل ما يخش الشهر حق من الحقوق أصبح ميزة يفرح بها الناس. شوف التردي الذي وصلنا إليه بسبب هذه الطبقة السياسية. إذن وصلنا إلى السر هذه الشعبية والأخت أم محمد قالت أن شعبيتها جارفة في المنطقة الشرقية وهذا الكلام صحيح ومن مصادر موثوقة. هذا هو الذي أثار غيظ وغيرة الطبقة السياسية المهيمنة وجه جديد
دخل على المشهد السياسي بشكل مفاجئ من مكان غير منظور عبر انتخابات جنيف، وحقق في بضع شهور إنجازات، أصبح لدى الشعب محبوب ومقبول، ورأى الشعب فيه أمل أن يحسن الأوضاع ويحسن أوضاعهم الشخصية وأن البلاد تستقر. هذا هو السر الذي يجعلهم يحاربون الذبيبة، ليست قضية فساد. بالإضافة إلى أن السيد عقيلة صالح يرغب في الانتقام لهزيمته في انتخابات جنيف، القائمة التي هزمتني في انتخابات جنيف لابد أن أسقطها، ومن ثم هذا هو في اعتقادي السبب. لو أنهم بيحاربوا الفساد أنا أدعوهم إلى محاسبة حكومة التني، وعندك تقرير الرقابة الإدارية يا سيد عقيلة صالح أنت ومجلس النواب، محاسبة النواب الذين فرضوا هؤلاء الوزراء على الذبيبة، وإن استطعت حاسب الحكومة السابقة والمجلس الرئاسي السابق وفقا لما ورد في تقرير الديوان المحاسبة، حينها سأصدق أنك فعلا تريد تغيير الحكومة من أجل الفساد وليس من أجل تشكيل حكومة جديدة تهيمن عليها أنت وخليفة حفتر. في الحقيقة سؤال مهم. نعم. سؤال مهم أستاذ محمد أريد أن أعلق عليه. تفضل. الأخت أم محمد تقول أين الرئاسي؟ نعم أين الرئاسي؟ البلاد في أزمة، البلاد في مرحلة سياسية غامضة، في وضع دولي متوتر بسبب أحداث أوكرانيا، أين الرئاسي؟ لماذا لا يجرؤ ويتخذ قرار أعتقد أنه يتيح له حتى الاتفاق السياسي بحل كل هذه الأجسام، حل مجلس النواب وحل المجلس الأعلى للدولة واعتبارهم منتهيات، والشعب مع المجلس الرئاسي لو اتخذ هذا القرار وسيخرج في مظاهرات تأييد لهذا القرار، ويكلف المفوضية بإجراء انتخابات برلمانية يشرف عليها المجلس الرئاسي بالتعاون مع الأمم المتحدة. فعلا المجلس الرئاسي يفترض أن يتحرك. المتصل الأول أشار إلى نقطة خلق فتنة في مصراتة، أنا أعتقد أن مصراتة أكبر من الفتن، ومصراتة الآراء فيها متنوعة والاتجاهات فيها متنوعة، والحمد لله حتى الآن رغم كل الخلافات ورغم كل الاتجاهات السياسية الموجودة فيها لم يحدث أي صدام أو أي صراع، ما زالت تدار. نعم أنا أريد أن أسأل حول هذه النقطة، أريد أن أسأل حول هذه النقطة، الحديث عن شخصية السيد بشاغة مرشحا بارز، أولا يعني الكثير سجل استغرابه من أن السيد بشاغة وزير الداخلية السابق الذي شارك بقوة في حرب بركان الغضب التي تصدت للعدوان على العاصمة طرابلس يصبح هو المرشح الأبرز لأنصار عقيلة صالح وأنصار خليفة حفتر لرئاسة الحكومة، هذا يثير علامة استفهام. يعني ترشيح إذا ما تم طبعا ترشيح السيد بشاغة وتكليفه بتشكيل حكومة برأيك ألا يدفع هذا إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة الغربية، ويكون بالتالي هذا ما يريده عقيلة صالح ومن وراءه حفتر؟ ربما يكون أحد أهدافهم هو تكليف شخصية من مصراتة كما قال المتصل، ظنا منهم أنه يمكن أن تحدث فتنة في مصراتة وفي المنطقة الغربية، أو ربما هذه الشخصية التي ستكلف بالحكومة قادرة على مزاحمة الذبيبة وربما تدخل المنطقة في صراع مسلح، ربما يكون هذا من ضمن مخططاتهم لإضعاف هذه الجبهة المتماسكة حتى الآن في المنطقة الغربية ضد مشروعهم وضد انقلابهم على ثورة فبراير وضد مشروع عسكرة الدولة وضد الارتماء في أحضان الدول الإقليمية التي تريد ليبيا إعادة ليبيا إلى الحكم الشمولي كما فعلوا في مصر، ربما يكون هذا أحد أهدافهم، لكن أعتقد أنهم سيفشلون في مخططهم هذا، ولا أعتقد وأنا متأكد يعني متأكد أن مصراتة لن تحدث فيها فتنة حتى وإن كان هناك أنصار لبشاغة، مع الاعتراف بأن شعبيته تهاوت كثيرا خاصة بعد زيارته لحفتر وظهوره بهذا المظهر المهزوز أمام حفتر هو ومعتيق وبقية المجموعة التي ذهبت، ولكن مع هذا لازال لديه أنصار في مصراتة وفي المنطقة الغربية، لكنهم قلة في اعتقادي وليس بوسعهم إثارة مشكلة لحكومة الذبيبة. على الأرض أو الواقع على الأرض، لكن على المستوى الدستوري وعلى المستوى الشرعي الذبيبة جاء باتفاق سياسي وجاء في عقد واحد مع المجلس الرئاسي، هل سيغيرون الذبيبة ويبقون على المجلس الرئاسي؟ وهل من صلاحية مجلس النواب أن يغير الذبيبة وحتى لو بيغير معاه المجلس الرئاسي وهو لم يكلفه برئاسة الحكومة وإنما
تم تكليفه من قبل ملتقى الحوار السياسي الذي ضم كل الطيف السياسي بما فيه البرلمان. أنا أعتقد أن أقصى ما يمكن أن يفعله البرلمان هو إجبار الدبيبة على إجراء تعديل وزاري واسع، التخلص من هؤلاء الوزراء والإتيان بوزراء جدد، أي إعادة تشكيل الحكومة مع بقاء الدبيبة. نعم واضح. ابقى معي استاذ عبد الله، حنرجع لك خاصه في موضوع المواقف الدوليه حول هذه المساله وموقف مجلس الدوله ايضا الذي يرى فيه كثيرون ضعف وربما غياب لموقف حقيقي من هذا المجلس. ناخذ العريبي وعبد المطلب ونرجع لضيفنا. السلام عليكم العريبي. وعليكم السلام ورحمه الله اخويا محمد. اهلا وسهلا، حياكم الله، تفضل. تحية لك ولكل العاملين بهذه القناة ولهذا المتحدث الرائع. حياكم الله، بارك الله فيك. أخي الكريم، حان الوقت أن نحن نحط النقاط على الحروف صراحة. يعني نحن عندما نذكر في يوم الماء أن رئيس المجلس النواب لم يتحدث على نائبة قد قتلت أو خطفت أو دمر بيتها وشردت عائلتها، ولم يتحدث على كل ما جرى للليبيين من نكائب ومن مشاكل وعلى تأييده للحرب على طرابلس، فنعلم أن محمد دحلان والإمارات ومصر هم اللي قاعدين يسيروا في البرلمان، والحديث أكثر وقصير وواضح للليبيين. لكن حان الوقت بإذن الله لا عقيلة صالح ولا من على شاكلتي في البرلمان، مع احترامي للمميزين فيهم سيكونون في المشهد بإذن الله. وليبيا باقية مهما يديروا. شكرا للعريبي، شكرا لك. عبد المطلب من الخمس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد المطلب. مرحبا بك أخي محمد وضيفك الدكتور عبد الله الكبير. والله أنا نتمنى أن الحكومة تستمر، هذه ثاني مداخلة في البرنامج تاع برنامج الحكومة. نتمنى الحكومة البيت تستمر حتى ينتخبوا برلمان جديد. أتمنى وعقيلة صالح اللي يدعي بالوطنية وبيدي لجنة بشيء لجنة 60 هي شرعية أكثر منك يا عقيلة صالح. لجنة 60 منتخبة، أنت منتي قانوني وحتى عمر الواقع منتي يا عقيلة صالح، هذا اللي بيغير بجيبه 31 نفر بيفصل الدستور على حفتر وعلى مزاد زي مثلا في عمسيشي. أول حاجة هذا فوز تحاسب عقيلة صالح، خير ما حاسب السؤال الحفتر اللي نهبوا الفلوس وقالوا رفعتهم المية في المجاري والتني وخيره وين، ولا غير جيت على الدبيبة. الدبيبة ليك حتى 6 شهور، خير ما حسبتش اسمها اللي كنا ما فشاخة القطراني ولا واسمها التسع انفار العمالة ولين ومعيتيق وغينهم، خير ما حسبتهمش. حسبت حفتر يا شبان يا عقيلة صالح، والله حرام حتى على الجيجات، المفروض تحطوك حتى على الجيجات بتهني عليهم مش بتهني. شكرا يا عبد المطلب كامل. شكرا لك عبد المطلب من الخمس، شكرا لك. ارجع لضيفي او نعود لضيفنا الاستاذ عبد الله الكبير. استاذ عبد الله، المواقف الدوليه وقبلها موقف مجلس الدوله، تقييمك؟ المواقف الدوليه واضحه جدا، صدرت في 24 ديسمبر عندما أجهضت الانتخابات، وقالوا بوضوح أنه لابد من إجراء الانتخابات بسرعة، وأي تغيير لابد أن يتم عبر الانتخابات. وأصدرت السفيرة البريطانية موقف حكومتها بشكل واضح أن مع استمرار الحكومة الحالية حتى إجراء الانتخابات. وأخيرا في جلسة مجلس الأمن بالأمس أو أول أمس جلسة مجلس الأمن، قالوا بوضوح أن التغيير لابد أن يتم عن طريق الانتخابات، لا يمكن تغيير الحكومة، لا يمكن إجراء أي تغيير إلا عن طريق الانتخابات، وما زالوا يصرون على إجراء هذه الانتخابات. إذن الموقف الدولي مصادم ومعارض تماما للخطوات التي سيتخذها البرلمان. بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة، هو يلدغ مرة أخرى من مجلس النواب. خلال المدة الماضية حصل تقارب، وذهب المشري والتقى بعقيلة في 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 المغرب، وشكلت لجنة خارطة الطريق، والتقت بلجنة من المجلس الأعلى للدولة، وناقشوا المسار الدستوري. ضرب عقيلة عرض الحائط بكل هذه اللقاءات وبكل هذه الحوارات، وأعلن أنه سيشكل لجنة للدستور، وصوت على أن مجلس الدولة لا شأن له في موضوع تغيير الحكومة. إذن مجلس الدولة
مرة أخرى يخدع من قبل مجلس النواب ومجلس عقيلة صالح. إذا بقي لمجلس الدولة قليلا من الحياء وقليلا من الكرامة فليؤيد التوجه نحو انتخابات برلمانية، ويعلن أنه مستعد لتسليم السلطة والمهام والمسؤوليات للبرلمان الجديد، ويتواصل مع الأمم المتحدة ومع السفراء ومع المجتمع الدولي تأييدا لهذه الخطوة، ويقول أننا مستعدون للخروج من المشهد بانتخاب برلمان جديد. أستاذ محمد، تعليق سريع على المتصلين الأخيرين. السيد العربي تحدث عن صمت عقيلة عن خطف سرقاوة ولا نعرف مصيرها حتى الآن، وكل الجرائم التي ارتكبها حفتر، كل ما جرى، الدماء التي سفكت واعتبرها عقيلة صالح في جنيف قال خطأ ولم يعتذر عنه، واعتبر أن تأييده حرب حفتر على طرابلس خطأ، لم يعتذر عن هذه الدماء، لم يحاسب عن هذه الجرائم، والآن يزعم أنه يريد أن يقيل حكومة البيبة بسبب الفساد. أريد أن أحيي النائب السيدة عائشة شلابي التي تحدثت تكلمت في البرلمان، وأخذ عقيلة صالح يهددها وبأنها تجاوزت وبأنها ستخضع للقانون، تهديدات لأنها تجرأت بما لم يتحدث عنه النواب الذين كانوا بجوارها. نعم، شكرا لك أستاذ عبد الله الكبير، ضيفي من لندن، أشكرك جزيل الشكر. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج شارك، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. إلى لقاء آخر، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.